الأمم إنما تعيش بالخلفيات. كيف تعيش؟ الشيء الثالث، تعيش الأمم والحضارات على أسباب الحياة، لكن هل لك ارتباطات؟ هل لك عروق وجذور أن هذا الظاهرة تقوم وتبقى؟ لأننا إذا لم نكون هذه الأشياء على طول الخط نحن مكفوخون. أكو في الآية الكريمة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، شنو هذا؟ لأني لا يفهمون. في الآية الكريمة الله يقول بالنسبة للمنافقين ولكن المنافقين لا يفقهون، يعني شنو لا يفقهون؟ يعني ما يفهمون الحياة. الرسول كان يفهم الحياة تغلب عليه. بالعكس اليوم نحن لا نفهم الحياة والغربيون يفهمون الحياة والشرقيون فيتغلبون علينا. الشاهد في أنه أين لنا أسباب الحياة ومن يهيئ أسباب الحياة؟ كلامي أنا في أننا نحن المسلمين أخلاقيات مهمة عندنا لا شك فيه، لأن القرآن والسنة والذي تركته العترة صلوات الله عليه أجمعين هذا أعظم أخلاقيات، لكن فهم الحياة ما عندنا كما في المبحث الثاني، ولكن أسباب الحياة أيضا لا نملك، ولذا نقع ضحية الدعايات ونقع ضحية المجرمين ونقع ضحية المخربين، فتنهار اقتصادياتنا اجتماعياتنا زراعاتنا سياساتنا كل شيء منهار في بلادنا. لماذا؟ أليس عندنا الرافدان دجلة والفرات؟ ألسنا نحتاج إلى الزراعة؟ ألم تكن العراق أرضا زراعية منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أليست لدينا أيادي عاملة فائضة؟ فلماذا نستورد الحنطة والشعير والبيض والدجاج وكل شيء ولا يوجد في الأسواق بطاطا وطماطا وهالأشياء المعروفة؟ لأننا لا نفهم الحياة. قسم متعمدون، قسم آخر لا يفهمون. هذا الشيء يجب علينا معالجته، مو كمنبر وكسماع وكقول، الفهم. والشيء الثاني تهيئة الوسائل، أولا نفهم ثم نهيئ الوسائل. إذا صنعنا هذا الشيء فلعل في يوم ما إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن نخرج من الاستعمار ومن الدعايات المضللة، وإذا ما هيأنا الله سبحانه كما يقول في القرآن الحكيم ولا تضرونه شيئا، الله ما يتضرر، لأن الله جعل الحياة مناهج، من سلك هذه المناهج ربح، صارت ظاهرة الحضارة، وإذا لا ما فهمنا ولا هيأنا وأبقينا الأخلاقيات الموجودة في بطون الكتب على جمودها فنحن أمة متخلفة.